أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الكافي الشريف الحديث الثامن في هذا الباب عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه، ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله. إلى آخر الحديث. حاصل هذا الحديث هو أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بعبادته وبين كيفية هذه العبادة أجزاءها بينها شرائطها قواطعها موانعها وهكذا مثلا الصلاه الله امر عباده بالصلاه اقيم الصلاه هذه الصلاه لها اجزاء تبدا بتكبيره الاحرام ثم الحمد ثم السوره ثم الركوع ثم السجود وهكذا الى التسليم ولها شرائط كالوضوء واستقبال القبلة وطهارة البدن وما إلى ذلك، وهناك مبطلات للصلاة، وهناك قواطع موانع، فإذا الإنسان أتى بالصلاة بأجزائها وشرائطها من دون موانعها وقواطعها فصلاته صحيحه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد يتقبل هذه الصلاة، بمعنى أنه يثيب عليها. إذا كان هذا المصلي متقيا، إنما يتقبل الله من المتقين. القبول بمعنى أن هذا العمل له أثر وهو الثواب لأنه إحنا عندنا الصحة وعدنا القبول قد يكون العمل صحيحا لكنه غير مقبول يعني الإنسان غير المتقي إذا صلى في يوم القيامة لا يعاقب على تركه الصلاة لأنه قد امتثل الأمر لانه صلى امتثل امر الله سبحانه وتعالى وصلاته كانت بشرائطها واجزائها وعدم قواطعها وموانعها فالصلاه صحيحه بمعنى سقوط الامر من ذمته فلا حاجه الى القضاء ولا الاعاده ولا يعاقب في يوم القيامه على تركها لكنها قد لا تكون مقبوله يعني لا يثيب الله سبحانه وتعالى الانسان على هذه الصلاة، لماذا؟ لأنه لم يكن متقياً. إذا الإنسان كان متقياً، الله سبحانه وتعالى يقبل منه العمل الصحيح. أما إذا لم يكن العمل صحيحاً، حتى إذا هذا الإنسان متقي، عمله لا يكون مقبولاً يعني لا يثاب على ذلك العمل، نعم باعتبار انقياده يكون محبوب وقد يكون له ثواب للانقياد، يعني مثلاً انسان مؤمن متقي قام للصلاة في سفر فأخطأ القبلة صلى خلف القبلة خطأً هذه الصلاة باطلة، لماذا؟ لأنه لم يراعي شرطها اللي هو استقبال القبلة، بمعنى أنه يجب عليه إذا التفت إلى أنه صلى خلاف القبلة، يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة في الوقت، وإذا كان خارج الوقت يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة، هو صحيح متقي لكن لماذا عمله لم يكن صحيحا لأنه لم يؤده بالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى طبعا هنا تفاصيل فقهية كثيرة تطلب من كتب الفقه أن أحيانا الخلل لا يسبب البطلان وأحيانا الخلل يسبب البطلان الله سبحانه وتعالى أمر بالعبادة وبين الكيفية، إذا الإنسان أتى بتلك الكيفية كاملة، لكن بدون أن يعتقد برسول الله محمد صلى الله عليه واله، فهذه العبادة غير مقبولة، بل وباطلة، يعني إذا واحد كافر ليس بمسلم، جاء وتوضأ بجميع شرائط الوضوء وصلى بجميع شرائط الصلاه والاجزاء وترك القواطع والموانع صلاته صحيحه ام باطله؟ الصلاه باطله مقبوله او غير مقبوله؟ ليست بمقبوله لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى جعل الاسلام شرطا في صحه العبادات وفي قبولها. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. الآن البعض يذكر أنه فلان الكافر خدم البشرية. هذا لماذا لا يستحق جنة؟ وإنما يستحق النار، خدم البشرية. نقول: إن خدمته للبشرية هو حصل أجرة البشرية تمدحه لم يكن العمل لله وبالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى حتى يستحق أجرا على الله هذا عمل للبشرية فثواب من البشرية خلص البشرية الآن يذكرونه بمدح فلان المخترع اخترع المصباح الكهربائي عن البشرية تقدره وتحترمه وتذكره بإكبار وإجلال عمل للبشرية وثوابه من البشر لكنه لم يعمل لله حتى يكون ثوابه, ثوابه من الله سبحانه وتعالى وحتى إذا عمل لله الله سبحانه وتعالى يريد العمل بكيفية خاصة هذا لم يعمل بتلك الكيفيه الخاصه فلا يستحق ثوابا على الله سبحانه وتعالى، وما وكما ذكرنا فيما مضى انه بالذات لا احد يستحق ثوابا على الله سبحانه وتعالى حتى المؤمنين لان كل طاعاتهم وعباداتهم لا تؤدي حق نعمه من نعم الله عليهم. بعد ما يستحقون شيء اخر على الله. الله خلقهم وغمرهم بالنعم. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. زين فاذا أدوا شكر هذه النعمة بعد ما يستحقون شيء اخر. نعم الله سبحانه وتعالى تفضل تفضلا اخر وهو ان وعد الثواب لكن لا لكل احد. وعد الثواب للمؤمن الذي ياتي بالعمل بشكل صحيح وكان متقيا وعده بالثواب. اما غير المؤمن الله لم يعده بالثواب، بل بين انه يعاقبه. حتى المؤمن اذا لم ياتي بالعمل بشكل صحيح، الله لم يعده بالقبول. قد يتفضل الله سبحانه وتعالى بالثواب لاجل ان هذا الانسان كان منقادا. أو قد يتفضل الله سبحانه وتعالى بتخفيف العقاب عن الكافر الذي كان يعمل الأعمال الحسنة، لكن من غير استحقاق ومن غير وعد، فإذا إذا واحد أتى بالصالحات من دون أن يكون مسلما عمله ليس بصحيح ولا مقبول، لا يستحق أجرا على الله سبحانه وتعالى، لأن الله اشترط الصحة والقبول بالإسلام وكذلك اشترط القبول بالتقوى يعني واحد مسلم لكنه منافق هذا عمله غير مقبول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أو هو يرتكب الموبقات، ليس منافقا، مسلم وليس بمنافق، لكنه يرتكب الموبقات الكبيرة. الله سبحانه وتعالى لم يعده بالثواب، لأن هذا مو متقي، الله وعد القبول من المتقين، كما ذكرنا الآية: "إنما يتقبل الله من المتقين". وكذلك اشترط الله سبحانه وتعالى صحة العمل وقبول العمل بمعرفة والاعتقاد بإمام الزمان، الحديث المستفيض الذي رواه العامة والخاصة رواه الفريقان من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وبنص آخر: من مات وليس في عنقه بيعة لإمام، مات ميتة جاهلية. الميتة الجاهلية يعني شنو؟ كلمة ميتة يعني هيئة موته، حالة موته. حالة موت أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كان موتهم موت كفر. فهذا الإنسان المسلم الذي لا يعرف إمام زمانه بحديث الرسول صلى الله عليه وآله يموت ميتة جاهلية يعني ميتة كفر ونفاق الكافر عمله غير مقبول عمله غير صحيح فهذا الإنسان أيضا عمله غير صحيح عمله غير مقبول لأن الله اشترط ذلك بس واحد يجي يعترض ليش الله مشترط مثل ما واحد يعترض انه لماذا الله سبحانه وتعالى اشترط الصلاة بالوضوء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا. إلى آخر الآية الشريفة. إذا واحد صلى بدون وضوء عمدا أو سهوا، صلاته باطلة. غير صحيحة ولا مقبولة، إذا عمدا فعل ذلك فيكون حالته أسوأ، وإذا جهلا تقصيريا فعل ذلك، فالجهل التقصيري ليس بعذر، لأنه مقصر في جهله، الذي لا يعرف رسول الله محمدا صلى الله عليه واله عن جهل هذا كافر حتى اذا كان جاهلا مو معاندا كافر وجهله التقصير ليس عذرا له نعم المعاند اسوا منه ففي هذا الحديث الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول كل من دان الله عز وجل بعباده دانه يعني اراد ان يطيعه اراد ان ينقاد له كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه. أحيانا العبادة ليست بسهلة، عبادة صعبة. يصوم في حر الصيف ساعات طويلة يكابد الجوع والعطش. أو مثلا من الليل إلى الصباح مشغول بعبادة الله سبحانه وتعالى. بعض الرهبان يخرج خارج المدينة في صومعة يترك ملذاته وهو صائم في نهاره وقائم في ليله يجهد نفسه يج يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله يعني لا يعتقد بالإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى في زمان الرسول صلى الله عليه واله الإمام هو الرسول لأن الإمامة قد تجتمع مع النبوة ومع الرسالة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وبعد الرسول صلى الله عليه واله الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول هذه العبادة التي أداها بجهد الله سبحانه وتعالى لا يتقبلها لماذا؟ لأن الله اشترط شرطا في قبول العبادة وفي صحة العبادة هذا لم يف بالشرط فلا يستحق شيئا على الله سبحانه وتعالى حتى لو أجهد نفسه أنت إذا جعلت جعالة قلت أيها الناس كل من مثلا نظف هذا الزقاق الذي يقع فيه منزلنا مثلا، كل واحد نظف هذا الزقاق، فأنا أعطيه ألف دينار مثلا، بشرط أن يكون هذا التنظيف مثلا في النهار، هسه إذا فد واحد إجا عن عمد أو عن جهل نظف في الليل يستحق عليك شيئا لا لا يستحق عليك شيئا لأن أنت بالأساس تفضلت بهذه الجعالة أنت مو بلدية حتى يكون من تكليفك ومن واجبك لكن تفضلت بهذه الجعالة لكن اشترطت شرطا أن يكون في النهار هذا خالف الشرط سواء عن عمد أو عن جهل لا يستحق عليك شيئا لأنك وعدت بشرط أو بدال ما ينظف هذا الزقاق اللي أنت موجود فيه نظف زقاق آخر لا يستحق شيئا نعم يمكن أن تتفضل عليه بشيء لكن ليس من الواجب عقلا ولا عقلائيا من أن تعطيه ما وعدته لأنه بالأساس لم تعده لأن وعدك كان بشرط وهذا لم يف الشرط التي الذي أنت جعلته فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير في حديث الثقلين ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا مفهوم الشرط شنو هو؟ انه اذا واحد لم يتمسك بالثقلين فقد ضل. اذا لم يتمسك بالقران يضل. اذا لم يتمسك باهل البيت عليهم الصلاه والسلام يضل. وهو ضال متحير وهو في حيره. لماذا؟ لانه لم يسير في الطريق الصحيح. إذا واحد يسير في طريق صحيح هذا الطريق موجود أنت في صحراء طريق معبد زين علامة موجودة أنه مثلا المدينة كذا كيلومتر ستصل إليها إذا سرت في هذا الطريق هذا اللي يسير في الطريق ليس بمتحير قد وجد الطريق وهو في غير حيرة من أمره لكن إذا ما سار في الطريق صحراء رمال لا توجد علائم وهو يسير فهو ضال وهو متحير كما في الايه الشريفه كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا اكو مرشد اكو دليل يقول الطريق من هنا لكن هو لا يسير في الطريق يسير في الصحراء الى ان يهلك جوعا وعطشا فهو ضال متحير والله شانئ لاعماله هذه الاعمال لانها لم تؤد بالطريقه التي ارادها الله سبحانه وتعالى الله يبغض تلك الاعمال بمعنى انه يعاقبه عليها يعني مثلا المشركين من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه واله كانوا يعبدون الله لكن يعبدونه بشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كانوا يعبدون الأصنام ويقولون كما في الآية الشريفة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فكانوا يعبدون الله بالشرك الله سبحانه وتعالى شانئ لأعمالهم لا يريد عبادة شركية وكما ذكرنا فيما مضى الله سبحانه وتعالى ليست فيه كيفيات نفسانية، ولا هو محل الحوادث. فغضبه بمعنى عقابه، ورضاه بمعنى ثوابه. الله يشنأ هذه الأعمال، التي لم تكن بالطريقة الصحيحة. يعني إذا أفرض واحد كافر، يعبد الله سبحانه وتعالى، عبادته وبال عليه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يعني هذا اللي يصلي رياء مثلا هذا الانسان الذي يصلي رياء هذه الصلاه مبغوضه لله سبحانه وتعالى، ليش؟ لان الله اشترط الاخلاص فبدون الشرط نفس هذه الصلاه تصير ويل تصير نار جهنم كذلك العبادة بدون سائر الشرائط، بدون إمام من الله سبحانه وتعالى. نفس تلك العبادة كالصلاة الريائية. يعني واحد يصلي وهو لا يعرف إمام زمانه. هذه الصلاة تكون وبال عليه. والله شانئ لأعماله، ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يمثل مثلاً أو مثلين. المثل الأول قطيع فيه شات هذه الشات انفصلت عن قطيعها تركت الراعي زين الراعي يدير باله على القطيع في طعامهم في شرابهم اذا خطر يدفع الخطر عنهم يجمع القطيع زين اذا شات من الشياح انفصلت عن القطيع فهي ضالة متحيرة وجدت قطيعاً ذهبت في ذلك القطيع، بعدين شافت ذاك القطيع ليس قطيعها تركته. هذا المثل الأول، المثل الثاني ذهبت إلى قطيع آخر، ذلك القطيع وراعي ذلك القطيع طردها، فبقيت ظال متحيرة إلى أن وجدها الذئب فافترسها. الذي يترك الدين الحق حاله كأحد هذين المثلين اما هو يذهب الى دين باطل فهو ينكر ذلك الدين او اصحاب ذلك الدين ينكرونه احنا شايفين بعض الناس او سامعين عنهم حينما يرتدون يذهب الى دين اخر بعد فتره يشوف ذلك الدين الاخر خواء وباطل هو ينكر ذلك الدين. واحيانا اصحاب ذلك الدين يشكون بانه هذا جاسوس، هذا جاي يخرب عليهم، هذا كذا، هم ينكرونه. فاما هو ينكرهم او هم ينكرونه، ويبقى هكذا الى ان يموت على ضلال او على كفر. اللي يتبع الرسول صلى الله عليه واله أم طريق واضح، لا هو ضال ولا هو متحير، ويسير إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى مؤمنا. لكن الذي ينحرف عن الإسلام أو ينحرف عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا اذا التجأ الى اديان او مذاهب منحرفه فاما ينكرهم واما ينكرونه فيبقى في حيره. ثم بعد هذين المثالين الامام عليه الصلاه والسلام يقول: من اصبح من هذه الامه، لا تقول اسلام وكفر فقط لا حتى في هذه الامه. لان رسول الله صلى الله عليه واله في الحديث المستفيض الذي رواه الفريقان. يقول إن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاثة وسبعين فرقة واحدة في الجنة والبقية في النار وحدة الفرقة الناجية البقية في النار يعني أعمالهم غير مقبولة لو أعمالهم كانت مقبولة لم يكونوا في النار من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله يمكن يتخذ أئمة من ائمة الضلال، من ائمة الكفر، من ائمة النفاق. لا، لا امام له من الله. ظاهر عادل. الامام من الله حجته حجة واضحة. حتى اذا هو الامام غائب، لكن حجته حجة واضحة. لأن الله سبحانه وتعالى قل فلله الحجة البالغة. الله حجته بالغة. يوم القيامة لا أحد يتمكن من الاعتذار بأنه لم تكن حجة، لا كانت الحجة وأوصل الله الحجة، بس الإنسان هو لازم يتحرك. في يوم القيامة ماكو أحد من الكفار يقول إني لم أسمع بالإسلام ولذلك بقيت كافراً. وكذلك لا أحد من الفرق الإسلامية يقول لم أسمع بحجة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فانحرفت عنهم فالامام ظاهر يعني ظاهر حجته وعادل نعمه الكفر والنفاق غالبا هؤلاء ينحرفون عن الطريق الحق ينحرفون عن القران ينحرفون عن سنه رسول الله صلى الله عليه واله الى الاهواء الى الاهواء والاراء الباطلة زين الذي اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل ظاهر عادل اصبح ضالا تائها هذا قد ظل الطريق وتاه عن الطريق يعني تحير وان مات على هذه الحاله يعني بدون توبه مات ميتة كفر ونفاق تارة يكون كافرا تارة يكون منافقا يعني كالمنافق كالكافر كل من تشهد الشهادتين نحن نعتبره مسلما يعني يجري عليه احكام الاسلام في الدنيا في التوارث والتناكح والدفن في مقابر المسلمين وله مال المسلمين وعليه ما عليهم اذا تشهد الشهادتين حتى المنافق يعني عبد الله بن ابي وجماعته الرسول صلى الله عليه واله كان يتعامل معهم تعامل المسلمين صحيح يبين نفاقهم كما في آيات شريفة نزلت في ذمهم لكن حكم حكم المسلم لكن في الآخرة يسلب الإيمان منه يسلب كلمة التوحيد منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهذا حينما يموت ميتته ميتة كفر ونفاق والمنافق كافر باطلاً ثم بعد ذلك واحد يجي يقول شنو الفرق هسه الرسول قال اتبعوا ائمه اهل البيت احنا ما اتبعناهم شنو المشكله المشكله انه هو الضلال مثل واحد يقول المهم ان قلبك يكون نظيف هسه لا تعتقد بنبوه محمد صلى الله عليه واله قلبك لازم يكون نظيف عملك لازم يكون صحيح عقيدتك لازم تكون سليمه القلب النظيف جزء وليس هو الكل الآن القوانين الدول أنت تقول أنا أحب دولتي قلبي نظيف بالنسبة إلى الدولة بالنسبة إلى الناس يقولون جزاك الله خيرا لكن يحتاج إلى أن تلتزم بالقوانين أيضا إذا لم تلتزم بالقوانين تعاقب القلب النظيف جزء والعمل الصحيح جزء آخر والعقيده السليمه جزء ثالث. أئمة الجور هؤلاء بعيدون عن دين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يأمر باتباعهم، بل أمر بالتبري منهم. فإذا واحد اتبعهم ينحرف. إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله. الله سبحانه وتعالى في يوم الغدير أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا واحد هذا الجزء المهم من الإسلام لم يعتقد به وخالفه فهذا معزول عن دين الله. قد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد في سورة إبراهيم الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الآية وفي آية أخرى في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا انسان قضى عباده عمره بالعباده راهب في صومعه طول عمره في العباده في يوم القيامه يشوف عمله باء منثور لماذا لانه لم يعتقد برسول الله محمد ولم يعبد بالكيفيه التي ارادها الله سبحانه وتعالى فكل عباده باطله مسلم لم ياخذ من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لم يتمسك بهم يوم القيامه يشوف اعماله هباء منثور كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يعني في يوم عاصف ريحه اذا اكو رماد على الارض وجاءت عاصفه هذا الرماد يتفرق يصير هباء منثور ولا يتمكن صاحب هذا الرماد من جمعه ما الا اثر يزول هذه الآية كناية عن سرعة بطلان هذه الأعمال هو دا يصلي وصلاته باطلة إن أحيانا يكون حبط الحبط معناه أن العمل في البداية كان صحيحا وكان إلى قابلية القبول لكن بسبب عمل سيء بسبب ارتداد بسبب كفر بسبب ظلم ذلك العمل الحسن يحبطه الله سبحانه وتعالى فلا يكون له ثوابا أحيانا في نفس الوقت اللي هو أدي العمل العمل يكون باطل كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا يعني لا يحصلون على ثواب أعمالهم في الآخرة لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد يعني البعيد عن الحق ان تاره الانسان يظل الطريق ضلالا قليلا ثم يرجع على الطريق لكن اذا ظل ضل ضلالا بعيدا احتمال رجوعه يكون ضعيف جدا فاذا شرط صحة وقبول العمل هو أن يكون الإنسان يلتزم بما قاله الله سبحانه وتعالى عقيدة وعملا ومن العقيدة الاعتقاد بنبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله والاعتقاد بامامه الائمه عليهم الصلاه والسلام والاخذ من الرسول والائمه حين ذاك اذا كان الانسان متقي الله سبحانه وتعالى يتقبل عمله لكن اذا لم ياخذ منهم فعمله غير مقبول ولا صحيح نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعقيده السليمه والعمل الصالح هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين